الأمر الذي جعل لأول مرة في تقديري بشكل واضح القضية الفلسطينية تصبح إحدى قضايا الانتخابات الرئاسية صحيح. الأمريكية. يعني معروف الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتأثر أساسا وما زالت بالقضايا الداخلية، إنما في هذه المرة القضية الفلسطينية بسبب المجازر الإسرائيلية وتعاطف قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي مع الشعب الفلسطيني أصبحت قضية فلسطين قضية انتخابية رئاسية. ومما زاد من أهمية هذه المسألة هو التقارب الواضح بين المرشحين. صحيح. إن هناك تقاربا، وبالتالي ممكن يستخف بمئات الألوف من الأصوات. لا، في هذه الحالة يمكن أن يكون لها عامل مرجح. أحيانا في رئيس أمريكي ممكن يفوز بفارق 10,000 صوت. صح. خصوصا الواحد بس مش عايز يزعج المشاهد، خصوصا بالنظر إلى طبيعة النظام الانتخابي الرئاسي الأمريكي اللي هو أنه ليس الفوز بأغلبية الأصوات الشعبية وإنما بأغلبية ما يسمى بالمجمع الانتخابي. فممكن أعداد قليلة نسبيا من الناخبين ترجح مرشحا ما في إحدى الولايات ذات ثقل فيفوز بالانتخابات. صحيح. ومن هنا أصبح يتعين. طبعا ترامب مش همه لأنه شديد الانحياز لإسرائيل، لكن أصبح يتعين على كمالا هاريس إن هي تحاول أن تبدو متوازنة. لا شك في الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل وتأييد ما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مع أن الفلسطينيين هم الذين يحتاجون للدفاع عن أنفسهم، لكن كمالا هاريس ومن قبلها جو بايدن بيحاولوا أن يظهروا وكأنهم يعني متعاطفون مع قضية الفلسطيني. الجانب الفلسطيني. يعني بايدن يقول حل الدولتين، كمالا هاريس تقول يجب على حرب غزة أن تقف، ان احنا سنراجع سياستنا تجاه اسرائيل. بس زي ما بيقولوا بقى في التعبير العامي، احنا ما بناكلش من الكلام ده. يعني القضية اننا لم نرى حتى الان اي علامة على تغيير جذري او بلاش جذري، تغيير مهم في السياسة الامريكية تجاه اسرائيل. طيب خليني هسأل برضو السؤال بشكل مختلف، لأن ربما أمريكا دلوقتي عندها الكثير من القضايا. يعني لو بنتكلم مثلا، هي عندها فكرة منطقة البحر الأحمر والتجارة العالمية وما يحدث فيها الآن، وأن هي بتتعامل مع قضية الحوثيين وخلافه. كمان عندنا مثلا فيما يتعلق بإيران ونشاطها النووي ومفاعلها، وربما النهاردة أخبار بنسمع عن إطلاق قمر أو مركبة فضاء بداية للإعلان عن برنامج نووي، ما يحدث في برضو من إسرائيل وجنوب لبنان. يعني بقى عندها في منطقة الشرق الأوسط الكثير والكثير من القضايا. ولو اتنقلنا الناحية الثانية، هي عندها الصين ومضيق تايوان والحرب الروسية الأوكرانية، والنهاردة في جدل دائر ما بين روسيا وأمريكا، روسيا عمالة ترد على التصريحات. الموقف نفسه برضو في ظل وجود الانتخابات الأمريكية وانعكاسه على منطقة الشرق الأوسط. أنا أشكرك يا أستاذة فاتن على هذا السؤال، لأنه فعلا ما تفضلتي بذكره مؤثر بشكل واضح في الموقف الأمريكي. يعني رغم كل ما قلته أنا حالا عن الانحياز الأمريكي لإسرائيل، لكن في النهاية أمريكا دولة رشيدة. صحيح.